مسؤولية اجتماعية انطلقت بالتعاون مع عدة شركات تحت عنوان بيئة بلا نفايات، والتي تقام للعام الرابع على التوالي بالتعاون مع المبادرة البيئية للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، وذلك في مدارس الهيئة الملكية الابتدائية بالجبيل الصناعية. الزميل سلمان المطيري تواجد بالموقع ونقل لنا هذا التقرير. دشنا سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبال الدكتور مصلح بن حامد العتيبي حملة بيئة بلا نفايات والمعرض المصاحب لها، وذلك بمركز المعرفة والإبداع بمدينة الجبال الصناعية بحضور عدد من المسؤولين. هذا وقد قام الرئيس التنفيذي بجولة على الشركات والأجنحة المشاركة في المعرض، واستمع إلى مبادراتهم البيئية ومشاركاتهم في إعادة تدوير النفايات. لكن احنا مسؤولين عن البيئة بالكامل، سواء في المياه او في الهواء او في البحار او فيما يخص ايضا الصناعة. الحمد لله سنويا نحن نقوم بتطوير برامجنا، نقوم ايضا باشراك حقيقة جميع الشركات في معاييرنا الجديدة وتثقيفهم وتعريفهم عليها، وبالتالي استطعنا من خلال هذه المعايير الحمد لله نصل الى مدينة نظيفة بيئيا نضمن فيها حياة ان شاء الله صحية كاملة. عقب ذلك قام سعادة الرئيس التنفيذي بتكريم الجهات المشاركة في المعرض والفائزين في المسابقات البيئية. احنا معرض معهد الجبيل التقني، هذا الركن حقنا، احنا قاعدين نمثل او نعرف الناس بالتخصص الجديد اللي احنا قايمين فيه باذن الله، اللي هو الصيانة تحت الماء. هذا تخصص جديد الاول مرة على مستوى الخليج وعلى مستوى الشرق الاوسط باذن الله. المشروع هذا باذن الله راح يكون اول انطلاق له بالعام القادم باذن الله في 2017 ان شاء الله. برنامج طبعا عملنا يعتمد على تأهيل الحاسبات الآلية، الحاسبات المكتبية والمحمول. نستقطب الأجهزة من المتبرعين، شركات، مؤسسات، أفراد. نقوم بإعادة تأهيلها كاملة بالتعاون مع مايكروسوفت وإنتل ونورتن. نعيد تأهيل الأجهزة بشكل يعني أقدر أقول عنه أنه يكون جديد 100% تقريبا، ثم نقوم بتوزيعها للجمعيات بالمملكة العربية السورية. طبعا لحد الآن ما توسعنا على أي منطقة أخرى في المملكة داخليا. نوزع الأجهزة على الجمعيات الخيرية، استفيد منها الأيتام، الأسر المحتاجة، المعاقين. طبعا أنشأنا في عام 2015 تقريبا 40 معمل في الجمعيات هذه، قمنا بتأهيلها بالحاسبات الآلية، دربنا تقريبا 1500 مستفيد على برامج مختلفة باستخدام الأوراق والبلاستيك المستخدمة وإعادة تدويرها لاستخدامها في أشياء أخرى لدعم حملة بيئة بلا نفايات. تعد حملة بيئة بلا نفايات أحد مبادرات الاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات، وتقام بالجبال للسنة الرابعة على التوالي، وهي برعاية عدد من كبرى الشركات بالجبال الصناعية. لبرنامج الحصاد الشرقي، سلمان مطيري، الجبال الصناعية.